هذه هذه واحدة. بسم الله بسم الله بسم الله. وش بالشفاء بالشفاء ان شاء الله بالشفاء. لا سبب لك يا طبيب نحات وكيما راه ورد نحات ولا الحاتم هيا عبد الملك انا لحداتي ركب تقلب انا دير الحكم لا اروح يدير واحد زلت فرحاته لا حاجة قاية زرت واحدة أخرى عطقة الأرق وش عاد ملك لباس يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالشفاء إن شاء الله بالشفاء بالشفاء العاجل إن شاء الله إذن كما تابعتم معالجة الأخ عبد المالك لخنش من ركبته كما نشوفه هنا استعمال طبيب علاج الركبة بلسعة النحلة والأخ فرحات في الرقبة في معالجة مرض السكر ما نشوفوه هنايا واخينا عبد القادر في بالنسبه للقولون العصبي او القولون العصبي ما راكم تابعتم الان الاتصال ب
الأخ سيد محمد كرامي في صفر خمسة تسعة وخمسين واحد وستين صفر ستة ستين صفر نعاودو صفر خمسة صفر خمسة تسعة وخمسين واحد وستين صفر ستة ستين بالقرارة ولاية غرداية. ها هو صندوق الله. هذا صندوق صندوق الصندوق كما سموه في واتساب صندوق المعجزة. الصندوق المعجزة. شكرا لك أخ كيمو، ربي يشافيهم ويعافيهم، قال لهم ربي يشافيكم ويعافيكم إن شاء الله. الأستاذ طيب أحمد غويلي طهورا إن شاء الله. إذا 05 59 61 06 60 نعم. شكرا لك الأستاذ طيب أحمد غويلي على المتابعة وكتابة هاتف السيد محمد كرامي. 05 59 61 06 60 كرامي محمد بالقرارة. كم تبقى السيد محمد كم تبقى المدة مثلا كما العلاج هذا كم يبقى مدة هذا مثلا علاج الركبة هذه كم المدة تبقى عنده النسبة؟ هنا لا لا تقدر يقاطع حتى تفوت 10 دقائق خاطر الحل صغير هذا يقدر حتى 10 دقائق تقريبا قاعد درت من حل صغير ما عاد الاخ قلت له نحله كبيره انا قلت له نحله كبيره نحله كبيره لانه كبير ولا لانه من شعر النعله كبيره للكبير والصغير الصغير للصغير الصغير للصغير هذا ثاني العيوب كنا ندوب المخرج واحد البارح انا اخوي تفرج الله يحفظ برد من ناحيتي انا خلاص يروح للطبيب الفارماسي يجيب تاع الفاكس 180 ملي جرام ياكل حبه خلاص او يتصل بالطبيب اقرب عياده يعطوه تجي حبه هكذا ولا تجي ضيقه ولا لا دياري يروح لاقرب عياده يديروا له اجراءات تاعهم لاشاسو ولا سوليميدرون ولا راه على بالهم هما واش التصرف يديروا اغلب الناس ما عندهمش حساسيه سيد محمد كرم عند اللسعه تاع النحله لا هل يصاب الانسان بمثلا سخانه و كاين اللي تقبض السخانه موضعيه اما في المراحل الاخرى تطلع تقبض السخانه قويه شويه بعدين نبداو في الجلسات القويه تقبض السخانه قويه تقبض حنا نقولوا ياكل فيتامين سي دائما ياكل فيتامين سي قبل الجلسه بيوم وبعدها ثلاثة ايام اربع ايام يستعمل فيتامين سي تروح له تجي خفيفه هذيك السخانه السخانه هذيك معناها بلي مناعته راه بدات كما يقولوا حنا تقلع بدا ديماري المناعه تاعو وبدا الجسم يتعود على سم النحل وبدا يبني جسم جديد وخلايا جديده واجهزه جديده ويتعود على سم النحل السخانه عاديه ما الانسان ما يتقلقش من السخانه حنا اللي تقلقنا انه مثلا كي يتعمر جسمه كامل ولا ينتفخ جسمه كامل هذا هو اللي يقلقنا اللي لازم يتصل مباشره بالعياده اذا يوسف ابراهيم قال لك منصور راه مازال دايخ تفقدوه قال لك منصور راه مازال دايخ تفقدوه اذا هنا نزع سيد كرامي بالنسبه للمصران الكولون كما نقول القولون هل قد هل له جلسات ام من هذه الجلسه ممكن شو اصعب انا نحكي التجربه تاعي كاين كيما قلت ثلاث جلسات اربع جلسات كاينه امراه كانت تجيني خلاص ميؤوس منها في وجهها يبان بان ما تقولش النوم ما تقولش في الليل توسويس اكل ما تاكلش كاع ظرف اربع شهور خمس شهور كل اسبوع دير جلسه
ديال الاسابيع الاولى جلستين جلستين جلستين، وبعد بعد ندير لها كل اسبوعين جلسه، كل اسبوع جلسه، وبعد كل اسبوعين جلسه. بعد جاتني وقال عنده واحد شهرين قالت لي راني ما شاء الله رجعت لولادها، رجعت لزوجها، رجعت للحياه تاعها، رجعت لخدمتها، رجعت كل تحسن. معناها ينتهي الالم تاعها. هذه نحكي القرون هذا حاد، اعراضه حاد. حاد. اما القرون تقرب في حشاكم لي يطلق الدم من هذاك، لازم هذاك الطبيب، تغذيه، سم النحل، قداش اصعده يخدم عليه. نسال الله العافيه من هذا. امين امين. التهاب هذا القرون العصبي. شكرا. امين يا رب العالمين. اذا عبد الملك ريحت لاباس. الحمد لله. اخبر حالك لاباس. شكرا للشيخ محمد. والان جاء الدور على بلال لكي يستفيد من هذه اللسعه. لقد سلمني وساخلف الثار. استنى ترى الشيخ. هنا يبدا طبيب محمد بـ 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 بوضع النحله في هذا المقبض، وهنا تكون لسعه النحله. الأذن توجع يا بلال. لقد راه الأذن توجع. هذه والله ديك من هنا. ننتقل إلى الأذن. هي كاين يوجد قداش مدرسة، كاين مدارس مثلا في اليابان والصين يخدموا هنا لكل الجسم. مواقع عندها بلايص. إيه عالميا كاين هذه النقطة، هذه كاين نقطة. أنت لماذا اخترت هذاك المكان؟ هذه النقطة شاملة. العروق كاع يطلعوا لها منها. أيوة. إيه هذه النقطة الأساسية أنا اللي نعتمد عليها في العلاج. كاين النقطة هذه وكاين فوق الأذن هنايا. كاين الوسط إلى مريض ما شفتوا باللي ما مش تحسن نخدم له هنا. وكاين النقطة هنا. كاين النقطة هنايا وكاين النقطة لتحت هنايا. أيوة. ونبدا لهم دائما كالعاده بالنحل الصغير ومن بعد ندرجوا بالنحل الكبير. دائما نحو الاذن، دائما نضرب النحله مثلا مده 10 ثواني. 10 ثواني ونح. راه مازال مبتدئ. ايوه. ايه 10 الاخر ونح. أيوة. وكل مره نزيدوا 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 ان شاء الله ربي يحصل شيء ذا. الله يعني هو راه ربي يجيب الشفاء ان شاء الله، ربي يشافينا ويعافينا ان شاء الله، وربي يجازي اخينا محمد كرامي اولا على حسن الاستقبال، وثانيا عن ما محمد قدمه من معلومات حول هذا الطب البديل الذي اصبح فعلا طبا بديلا للطب المعروف. وحبذا كان يدير لنا يوم مسعد المسعد يعود يدير عندنا يوم لعلاج خاصة. يبقى ذلك الشيخ بلال على حسب الطلب اللي هي من المسعد. كما إذا شاهدوا هذا البث المباشر عبر أثيركم يعني نتمناو تكون فيها طلب من أهل المسعد يجي يدير لنا جلسة ما أو اثنين لأهل المسعد كما راه يدير في واد سوف. كل وقت يدير الصندوق هذا نتاعو معاه ويروح يدير جلسات. هو عنده كل سبت في واد سوف يخصص يوم يديروا في مسعد. ومسعد معروفه كبيره، مدينه كبيره ويحتاجها لها الناس ثم مثل هذا العلاج هذا. وجزاه الله خيرا وربي يعوضه ان شاء الله، وربي يوفقه مستقبلا لتطوير هذا الطب الخاص. الطب هذا اللي راه اصبح اليوم من الضروريات في حياه الانسان وخاصه الانسان المسلم. شكرا لكم. بارك الله فيك.